عمر، في لقدام مركز لتعباية رصيد للبطاقات. ما في داعي، نحن بدنا نمشي. حاجة جنان، كيف بدكن تمشوا؟ ما في مشكلة بالنسبة إلنا، منمشي. عمر بيكفي بقى، لا تزودها. أنا بعتذر، تعرفوني الصباح بفيق بالزور وما بعرف شو بكون عم بحكي. ما في داعي لتعتذري إبك، أنتي ما حكيتي شي غلط. أخي بيعبيلنا البطاقة لما يقبض راتبه، يلا استعجلوا مشان ما يروح الباص. عمر وقفوا، أنا جاي معكم. طيب انتوا لوين رايحين من دوني؟ استنوني شوي وانا بدي امشي معكم. يعطيك العافية. آسيا، أهلين وسهلين. أهلين فيك سليم. شو لازمك؟ لو سمحت أنا بدي معكرونة. رح أعطيكي فورا. باخدها لحالي. لا لا تتعبي حالك. لازمك شي تاني؟ بالحقيقة بدي صلصة بندورة وخبز، بتسجلون على الدفتر؟ ايه طبعا، دقيقة. ايوه اخيرا اخوك قبض الراتب. عمي حلمي. بابا انا قلت له منسجلهم على الدفتر وبعدين بتدفعلنا. ما عاد نسجلهم شي على الدفتر، يسددوا الديون اللي عليهم وما عاد ندينهم بنوب. بابا لا تواخذيني ابدا يا بنتي، بالاول المصاري بعدين البضاعه. تمام عمي حلمي، معك حق، شكرا لك. شو هاد يلي سويته؟ هاشتك مسخرة، شو سويت؟ بعرفك، أنت معجب بالبنت، عم تعطيها البضاعة لتلفت انتباهها، وما بدك يعني أحكي؟ مشان الله بابا، شو هاي معجب فيها؟ ما بدينهم بنوب، انتهينا. انت رح تكبون لهدول؟ ايه دائما بنقي الخضره الدبلانه ويلي عفنت شوي وبحطهم هون. ممكن اخذهم اذا رح تكبون؟ طبعا خديهم يا بنتي. شكرا لك. سامحك يا بنتي، إن شاء الله صحتين وحدة. الله يسلم ايديك، شي طيب كتير. صحتين وهنا. والله الطعمة بتاخد العقل. صحيح، لسه في خضرة؟ بشتري لكم شي؟ لا اخي ما في داعي، مرت عمي اشترت لنا شوية خضرة بكفونا كم يوم كمان. كتير منيح،
أساساً الأسبوع الجاي بقبض راتبي، ووقتها بنشتري كل يلي بنحتاجه. إن شاء الله أخي. بعد ما تخلصي صحنك في موز. موز؟ بالله عن جد أختي؟ إيه، بس بالأول خلصي صحنك. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. أنت شو عم تساوي هون؟ يلا روح فوراً، هاريكا رح تجي هلأ. ما بيهمني لا هاريكا ولا غيرها، عساس فكرتي فيها لما حرقتي كل شي حواليكي؟ لك أنت من دون خجل إجيت لهون وعم تحاسبني كمان؟ أنت شو اللي عم بتساوي من دون ما تفهميني أو تسمعيني؟ أه؟ مشان الله فهميني، نحنا هيك اتفقنا؟ نبهات قالت لي إنكن عم تخططوا لتجيبوا ولد، ولد عاكف. انت بتقلي استني وبنفس الوقت بتستمر بحياتك بكل سعادة، مو هيك عاكف بيك؟ لا مو هيك ابدا يا خانم، كنت عم حاول سايرة بس مشان ما تشك. بس انت شو سويتي؟ بلحظة واحدة دمرتي كل شي بتصرف صغير وغبي. انا وانت هيك اتفقنا؟ عاكف هلأ انت عم تكذب علي انا ولا على نبهات؟ لانه انا عن جد ما عاد قدرت افهم اي شي. انت شو يلي عم تحاول تساوي قول؟ بظن قلتلك، انا قلتلك عشو ناوي. كنت رح أجهز كل الأمور وبعدين بخبر نبهات، بس ما تحملتي ورحتي خربتي كل شي. انبسطتي هلأ؟ من اليوم ورايح ما عاد تتدخلي بأي شي، والأفضل لا تطلعي قدام نبهات هاي الفترة. والله ما بعرف، كنان جاية آخر هالأسبوع، إذا اليوم أو بكرة الكل رح يعرفوا بالعلاقة اللي بيناتنا عاكف، وبالنسبة للشركة ما بتهمني أبدا. ما بتهمك مو هيك؟ طلعي فيني، الشركة بتهمني كتير، الشركة مهمة بالنسبة إلي. من يوم ورايح أصحك تتدخلي بأي شي سوزان، أنت رح تساوي اللي بقوله وبس، وأنا رح حل هاي المشكلة. فهمتي شو عم بحكي؟ فهمتي ولا بعيد؟ فهمت. طيب لنشوف. وكن دندن وكن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hay-